حنكون معكم اليوم أنا وأيهم ضمن فقراتنا لم الشمل، بتمنى تكون مفيدة وخفيفة على قلوبكم. مساء الخير للجميع، حلقة جديدة أبرز ما فيها. مشروع سوري لإنتاج المواد الطبية يحقق نجاحا باهرا في هاتاي. ما تداعيات وصول فيروس كورونا على القطاع الصحي في الشمال السوري؟ 30 عاماً على رحيل شاعر الكبرياء السوري عمر أبو ريشة. رح نبدأ مع أولى فقراتنا مع كيف الحال، والبداية من العاصمة دمشق، حيث أنهت محافظة دمشق عقود 1000 من موظفيها مطلع الشهر الجاري بذريعة عدم توفر اعتمادات مالية لديها. اعتبر الموظفون أن المحافظة تجاهلت خدماتهم خلال السنوات السابقة وأصرت على فصلهم في ظل الأوضاع المعيشية المترهلة. وفي المقابل صرح نائب محافظ دمشق أحمد النابلسي أن العقود موسمية والموظفين غير أكفاء، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة تشرين الموالية. يذكر أن الإجراء جاء على خلفية ارتفاع الرواتب، علما أن راتب الموظف الموسمي لا يتعدى 44,000 ليرة، أي ما يعادل 18 دولار. أعلنت وزارة صحة النظام الاثنين عن تسجيل 3 وفيات جديدة و23 إصابة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 10 حالات. وفي بيان نشرته وكالة سنا التابعة للنظام، قالت وزارة صحة النظام إنها سجلت 3 وفيات ليرتفع عدد الوفيات إلى 19. وأكد بيان الوزارة أنه تم تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 417 في مناطق سيطرة النظام. استنفرت فرق الدفاع المدني في الشمال السوري لاستكمال حملات التعقيم في الأماكن العامة ضمن خطط طوارئ عدها للحد من انتشار فيروس كورونا بعد تسجيل 4 إصابات في صفوف الكوادر الطبية في الداخل السوري. وصرح رئيس الدفاع المدني أن الفرق التطوعية أجرت عمليات تعقيم وتطهير في أكثر من 16,000 موقع، بينها قرابة 2,600 عملية تعقيم في المخيمات. في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، تعرض نقيب الصيادلة حامد الحامد لمحاولة اغتيال نفذها مجهولون هذا يوم الأحد الماضي، ما أدى إلى إصابته مع عائلته بجروح بليغة. وتشهد مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي عمليات اغتيال متكررة بحق مسؤولين في المجالس المحلية، وذلك في الأونة الأخيرة. أما في السياق ذاته، فقد نفذ عدد من الكوادر الطبية وقفة احتجاجية على الاستهداف المستمر للكوادر الطبية في مناطق الشمال السوري.
نشرت إدارة معبر باب السلام عبر صفحتها على فيسبوك عن افتتاح معبر باب السلام أمام المواطنين الراغبين بالانتقال إلى الأراضي التركية من العالقين منذ إجازة عيد الفطر الماضي بدءا من تاريخ اليوم الاثنين ولغاية آخر العام الجاري. تبدأ المغادرة يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 4 عصرا، كما تضمن المنشور عددا من التعليمات التي يلزم بها المسافرون، بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا مراسلنا بهاء الحلبي. أهلا بك بهاء بداية. مساء الخير. مساء النور، أهلا فيكم. بهاء، شو هي أبرز التعليمات التي وردت في بيان إدارة المعبر؟ أهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا بجميع مشاهدي تلفزيون سوريا. أهم التعليمات كانت هي صحية بالطراز الأول، خاصة بما أصدرته مديرية الصحة وأصدرته المؤسسات الطبية في عموم الشمال السوري، وهي الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، لباس الكمامة، وأيضا التباعد الاجتماعي أثناء الدخول إلى بوابة المعمر وأثناء التوجه إلى الأراضي التركية. طبعا اليوم بعد تأخر شهر تقريبا بدأت القوافل وتأخذ السوريين الذين أتوا بزيارة العيد إلى الأراضي السورية. دخل اليوم إلى الأراضي التركية أكثر من 300 شخص قضوا إجازة العيد بما يقارب الأربعة أشهر. طبعا هناك كان إجراءات صحية وإجراءات طبية مشددة، من خاصة التخوفات من فيروس كورونا بعد إعلان إصابة أربعة أشخاص في سوريا وإصابات كثيرة في الجانب التركي. طبعا أهم اليوم كان هناك تباعد اجتماعي، كان هناك أيضا لباس الكمامة لكافة الذين سيدخلوا إلى الأراضي التركية. جميل، كم أعدادهم بهاء؟ هل في عدد محدد أو لسه يعني ما باين العدد الكلي؟ وبدي أسألك بالنسبة لإجازة عيد الأضحى، هل سيكون هناك فتح للحدود؟ اليوم التقينا بإدارة معبر باب السلامة وقالت بأن لا يوجد أي نية لفتح الإجازات لعيد الأضحى المبارك، تخوفا من فيروس كورونا، تخوفا من بسبب الأوضاع الصحية السيئة التي وصلت إليها البلاد. طبعا اليوم شاهدنا تقريبا في المعبر في أول دفعة خرجت ما يقارب 50 شخص إلى 40 شخص، والإضافة أيضا الدفعة الثانية بنفس العدد، ونتوقع أن تدخل دفعتين آخرتين، يعني بما يقارب 300 شخص إلى 200 شخص إلى 200 شخص سيدخلوا اليوم أو دخلوا اليوم حتى الساعة 4، وغد وحتى يعني فترة طويلة من الأيام ستستقبل إدارة المعبر من الجانب السوري السوريين لإدخالهم إلى الجانب التركي بعد السماح لهم بالعودة إلى الأراضي التركية. طبعا كان هناك تأخر لشهر كامل تقريبا، قضوا 4 أشهر في الأراضي السورية بإجازة العيد. طبعا هذه يعني المدة بسبب الأوضاع الطبية الصحية كما ذكرت يعني، واليوم حتى أتى القرار بالعودة وأتى السماح لهم بالدخول إلى الأراضي التركية. نعم، مراسل تلفزيون سوريا بهاء الحلبي، شكرا لك. شكرا لك. على الرغم من العمليات المتوالية لنزع وتعطيل الألغام التي زرعها تنظيم الدولة في مدينة الباب منذ عامين، إلا أن الانفجارات لا تنتهي ومخلفاتها تشكل خطرا على الأطفال وسواهم. التفاصيل في هذا التقرير الذي رصدته وكالة الأناضول. قصف وربما انفجار وربما أكثر، موت يحدق بالأطفال السوريين في مدينة الباب من كل حدب وصوب، وفي أحسن الأحوال يكملون حياتهم بآثار الحرب والدمار. جاني خبر مفاجئ، أنا كنت برات البيت وبالشغل يعني، أنه صار انفجار، طلعوا لقوا أنه الانفجار، أنه في الأولاد راحوا على الشفلاح
عم يتعيشوا كل يوم بيطلعوا الصبح بيردوا الساعة 8 9 هيك برا، عم يقولوا لي انه الولد اصابته شظايا ورحنا على المشفى بعد الخبر فلقينا انه اصابته الحمد لله خفيفة. هذا ما يعانيه أطفال المدينة من جراء مخلفات ألغام تنظيم الدولة غير المتفجرة التي زرعها بكميات كبيرة في طريق مأهول بالسكان، حيث تشكل تهديداً لهم بين اللحظة والأخرى. وهذا ما عاناه أحد الأطفال الذي كان أكبر خطأ يرتكبه هو المرور من طريق أبى التنظيم إلا أن يحوله إلى بقعة نار تتصيد المدنيين. حكالي هو شنو يعني انصاب، يعني أنه أقول أنه إحنا ماشيين هيك دعسنا شريط، ابن خالي كان قدامي يعني لما ماشي قدامه دعس شريط بعد شوي طالع صوت، لما طلع الصوت بعد الصوت صار احنا سمعنا الصوت رجعنا لورا انهزمنا، لما انهزمنا رجعنا وقف ابن خالي واندار على اللغم، يعني ما بالوا في شيء وراه، لما رجع لورا دار بالعكس صار الانفجار بوجهه أم صابته ببطنه يعني الشظايا. أعداد كبيرة من الألغام زرعت منذ عامين إلا أن أثارها ما زالت حاضرة على الرغم من المحاولات الدائمة لنزعها وتعطيلها، إلا أن صوت الانفجارات يأبى السكوت. نتمنى السلامة للجميع. نور، في نقطة مهمة إنه هاي الألغام يعني في أشخاص عم يشيلوها بشكل فردي وهذا الشيء خطر، ممكن تنفجر بأي لحظة أو حتى ممكن بعد إزالتها تكون قابلة لسه للانفجار، فيجب أن يكون هناك شخص مختص بإزالة هذه الألغام. أكيد كمان أنا بدي أتمنى لكم السلامة. إلى موضوع آخر، ارتفعت أسعار المحروقات في إدلب اليوم الاثنين لأول مرة بعد ثباتها لشهر كامل على خلفية تحديد سعرها بالليرة التركية. نشرت شركة وتد للمورد الوحيد للمحروقات في إدلب عبر صفحتها على فيسبوك الأسعار الجديدة للمحروقات، حيث تراوح سعر البنزين بين 3 ليرات تركية و85 قرشا للمستورد و3 ليرات و20 قرشا للمكرر، في حين سعرت لتر المازوت ب 3 ليرات و75 قرشا وأرجعت ذلك لارتفاع أسعار النفط عالميا. يعاني أهالي مدينة الرقة من نقص في الخبز وسوء جودته وارتفاع سعر المدعوم ما تسبب بطوابير على الأفران العامة والسياحية. نعم، ونقلت صحيفة عنب بلدي شكاوى المواطنين في المدينة قائلين إن الأفران بدأت بالعمل خلال الأيام الثلاثة الماضية الساعة 4 بعد الظهر بعد قرار فرضته لجنة الأفران والمطاحن للتخفيف عن الضغط عن المدنيين، لكن الازدحام تضاعف ما أدى إلى وضع مأساوي. أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للنظام الأحد عن شروط السماح بعودة السوريين في الخارج عبر المنافذ الحدودية مع لبنان. وطالب الفريق المختص لمواجهة وباء كورونا المواطنين العائدين عبر الحدود اللبنانية بالخضوع لاختبار PCR لدى المشافي اللبنانية المعتمدة من وزارة الصحة والدخول إلى الأراضي السورية ضمن فترة 18 ساعة من لحظة إجراء الاختبار، على أن يلتزموا بالحجر الصحي لمدة 5 أيام، وذلك بحسب وكالة سانا التابعة للنظام. للحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم معنا مراسلتنا من لبنان نور طوق. مساء الخير، أهلا بك نور. مرحبا نور. مساء النور. بداية، ما الإجراءات المعلنة لضمان العبور السليم؟ اليوم اللاجئ السوري الذي يود العودة إلى سوريا ليس هناك إجراءات رسمية لضمان عودته بسلامة من الناحية الأمنية، إذا نود الحديث من هذه الناحية. اليوم كل ما يمكن للاجئ السوري أن يقوم به قبل دخوله إلى سوريا عبر الحدود هو ربما
استنباط المعلومات ما إذا كان اسمه وارد على 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 المعبر أو على عند النظام في إحدى الملفات، إذا كان يشك بأمره في ورود اسمه في إحدى الملفات. غير ذلك ليس هناك أي إجراءات رسمية لضمان سلامة اللاجئ من الناحية الأمنية، وهذا ما يمنع عدد كبير من السوريين. ومن الناحية الطبية والوقائية من فيروس كورونا. نعم، من الناحية الطبية هي الإجراءات المعتمدة من قبل تقريبا كل الجهات، وهي اعتماد سبل الوقاية، ارتداء الكمامة واعتماد التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى الحجر المنزلي وإجراء فحص البي سي آر قبل دخول الحدود السورية. نور، ذكرنا أن هناك مشافي معتمدة من قبل وزارة الصحة اللبنانية، سميها لنا نور. نعم، وزارة الصحة اللبنانية تعتمد على المشافي الحكومية بشكل عام، المشافي التابعة للدولة. ومن ناحية اللاجئين السوريين فهم يمكنهم التوجه نحو مشفى رفيق الحريري الحكومي، مشفى زحلة الحكومي، مشفى تبنين، ومشفى طرابلس الحكومي. هذه المشافي نلاحظ أنها متواجدة في المناطق الحاضنة للاجئين السوريين، في المناطق حيث تتواجد مخيمات اللاجئين السوريين. نور، حسب معلوماتك بالنسبة لاختبار البي سي آر، هل يمكن إجراؤه من الدولة القادم، منها مثلا تركيا أو إيطاليا أو أي دولة أخرى، بما أنه هو فقط سيعبر لبنان إلى سوريا، هل يمكن إجراؤه في البلد التي قدم منها؟ نعم، هل بالنسبة للاجئين السوريين الذين يودون العبور من الحدود اللبنانية عبر سوريا، فهم مجبرون على إقامة فحص البي سي آر في المشافي اللبنانية، ولا يمكنهم التوجه نحو يمكنهم التوجه نحو الحدود ضمن 18 ساعة من إجراء هذا الفحص. وكم تكلفة هذا الفحص في المشافي اللبنانية؟ تتراوح تكلفة هذا الفحص بين 100 و 150 ألف ليرة في المشافي الحكومية التابعة للدولة، وذلك بعد الدعم المقدم من وزارة الصحة. يعني كم دولار تقريبا؟ في الحالات هذا أصعب سؤال يمكن طرحه في هذه الفترة، لأن الدولار في لبنان ليس لديه سعر محدد في الآونة الأخيرة، ولكن تقريبا إذا أردنا أن نقول أن سعر صرف الدولار نحدده على 9000 ليرة، فتقريبا 20 دولار. نظام فرض تحويل 100 دولار على كل مغتربين العائدين، هل هناك أعداد كبيرة تتوافد اليوم على الحدود السورية مع وجود مثل هذا القرار؟ نعم، للأسف هذا القرار كان قرارا مشحفا بحق السوريين. ما أود أن أشير إليه هو أن في الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان اليوم، وضع اللاجئين ازداد سوءا، وعدد كبير منهم بات يفضل أن يبحث عن طريق جديد له في سوريا، بدلا من البقاء في الشح الذي يعيش في ظله اليوم في لبنان. ولكن بعد اتخاذ هذا القرار من قبل النظام السوري، فرض مبلغ 100 دولار على كل من يدخل إلى سوريا، بات الأمر أصعب، وعدد كبير من اللاجئين امتنع عن التوجه إلى الحدود والدخول إلى سوريا بسبب هذا القرار، وذلك لأن الدولار هناك شح كبير كما الجميع يعلم بالعملة الخضراء بالدولار في السوق اللبنانية. 100 دولار من الصعب جدا الحصول عليها، وإذا أحد كان مضطر إلى الدخول إلى سوريا وأراد تصريف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، فسوف يحتاج مقابل 100 دولار الواحدة حوالي 900 ألف ليرة، لأن الدولار وصل سعر صرفه إلى 9000 ليرة و10000 ليرة في الأيام الأخيرة. شكرا لك نور طوق، مراسل التلفزيون سوريا في لبنان. شكرا لك. شكرا لك نور. افتتح عدد من السوريين المقيمين في مدينة أنطاكيا جنوب تركيا مصنعا لإنتاج العديد من المواد المستعملة في المجال الطبي، حيث تمكن هذا المصنع خلال عامين من فرض وجوده في السوق المحلي التركي، ووصل لمرتبة عالية من الثقة لدى تجار الأتراك الذين فضلوا الإنتاج السوري عن البضاعة الصينية المستوردة. تقطيع الأخشاب وتجهيزها،
لتناسب باقي المراحل هو أولى الخطوات التي يبدأ فيها عمال الإنتاج هنا. تليها مراحل التقشير والترقيق والضغط ثم التعقيم، لينتقل المنتج بعدها إلى القسم الثاني من التجهيز والتغليف. 20 عاملاً وصل عدد القائمين على تشغيل معمل خافضات اللسان إلى اليوم في أنطاكيا، والذي يعتمد كلياً على الخشب كمادة أساسية تصنع منها الأعواد وباقي المنتجات التي تستخدم فيها. بيجينا الخشب على شكل مواد خام، تمر إلى منقطعه على قياسات معينة، وبعدها بنقشره إلى سمكات معينة، أوراق سمكات معينة، وبمر على ضغط طالع شكل العود، وبعد هاي الشغلة بتمر على تعقيم وتجفيف. إنتاج مواد يستهلكها السوق المحلي التركي يومياً هو فكرة المشروع الأساسية التي عمل على تطويرها عدد من السوريين في هذا المشروع. فخافضات اللسان من المستهلكات الطبية التي تحتاجها المشافي وغيرها من المراكز الصحية، إضافة إلى أن قسماً من الإنتاج يستخدم أيضاً في مجال ألعاب الأطفال في المدارس. منافسة المنتج الصيني الحقيقة صعبة كثير، مصعوبة بمكان، لكن نحن هون من خلال تجربتنا في تركيا استغلينا موضوع انه الخام المتوفر هون اللي ما حدا كان يعرف انه ممكن ينتج منه هذا المنتج، نحن لقينا انه قادرين ننتج منه، فبدأنا بهالتجربة على هالأساس. كان الأتراك محاولين في هالموضوع ما ناجحين فيه، فنحن لما أنتجنا هاي المنتج ودخل على السوق التركية فصفي مبين كثير بين التجار الأتراك، فمن خلال تسويقنا للمنتج وجولاتنا بالسوق فبتلاقي التاجر عرفان بيمسك العود هيك بيقول لي هاي بضاعة السوري، فبقول له أنا السوري اللي مصنع هذا المنتج. المشروع تم إنشاؤه في ولاية هاتاي من الصفر كأول معمل منتج لهذه المواد، فالسوق التركي يعتمد على جلب أمثال هذه المنتجات من السوق الصيني، لكن جودة الصنع والإتقان الذي حمله هذا المنتج فرض وجوده في قسم كبير من المشافي والمراكز الطبية والصحية في تركيا. فالإنتاج اليومي الذي يبلغ 5000 عود يغطي 30% من احتياجات تركيا بحسب آخر إحصاءات القائمين على المشروع. كتب لهذا المشروع أن يرى النور قبل عامين، مر القائمون عليه بكثير من الصعوبات والمراحل حتى تمكنوا من تطويره وإيصاله إلى الشكل الذي يبدو عليه اليوم. عبادة منصور، تلفزيون سوريا، مدينة أنطاكيا، جنوب تركيا. بالرغم من الصعوبات التي تعترض المترجمين في بلد جديد وما يتطلبه الأمر من مهارات لغوية ومعرفة باللهجات العربية، إلا أن خالد الخطيب تجاوز المعوقات والعقبات خلال وقت قصير وبات أحد المترجمين الذين يواصلون عملهم في المؤسسات الفرنسية، مما شجع كثيرا من الشبان على دخول سوق العمل الجديد. نتابع. أنا خالد الخطيب، مترجم فرنسي عربي سوري، وصلت إلى فرنسا في نهاية 2015. درست أول شيء ماجستير علاقات دولية، علوم سياسية علاقات دولية، بعدها عملت ماجستير تاني بالترجمة والتعريب والترجمة الآلية. وجدت أنه هناك سوق عمل في الترجمة في فرنسا، كون هناك جالية عربية كبيرة وخاصة بلدان المغرب العربي، الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، مصر. بدأت العمل في البداية مع شركة إنتاج وتوزيع فني، قمت بترجمة مقالات سياسية وأفلام وثائقية، تقارير إعلامية.
بعدها بدأت أتدخل كترجمة فورية في إدارة الدولة، في المحافظة، في المشافي، في المخافر، في شرطة الحدود، في المطارات أحياناً. عمل الترجمة يتطلب من المترجم أن يكون متاح دائماً على مدار 24 ساعة، يعني لازم يكون تليفونك مفتوح وأنت جاهز بأي لحظة، ممكن تيجيك مهمة وتطلع فوراً بالليل، بالنهار، بالسبت، بالأحد، كل الأسبوع. وهون الصعوبة أنه عندنا دائماً أزمة مواصلات في باريس وضواحيها، وخاصة في ساعات الذروة، يعني الصباح والمساء. المترجم لازم يكون ملم بالمصطلحات القضائية، بالمصطلحات الطبية، بالمصطلحات العلمية، الصحفية، السياسية، وأيضاً والأهم باللهجات المحلية. وبصراحة سوق العمل في فرنسا بيتطلب أنك أنت تكون تعرف اللهجات المغربية والجزائرية والتونسية، كونه غالبية الجالية العربية هي من بلدان المغرب العربي. بالنسبة للراغبين بالدخول لسوق العمل، أنا بنصحهم أول شيء يدخلوا مدرسة ترجمة. إضافة إلى مدرسة الترجمة واللغة، يعني يجب أن يكون عنده مهارات باستخدام الكمبيوتر، باستخدام الترجمة الآلية، برامج الترجمة، ترادوس، كذا. فهاي البرامج ضرورية. اليوم سوق العمل ما عاد بحاجة مترجمين تقليديين، بده مترجمين مميزين، لأنه صار في كتير مترجمين. فاليوم صار المترجم لازم يتميز، يكون عنده إنه شيء مميز، يعني يميزه عن الباقيين مشان ياخدوه. بيحكي لغات أكتر، بيحكي لهجات أكتر، عنده بيعرف يشتغل على برامج أكتر من الكمبيوتر، عنده إنجازات، يعني عنده عمل. ولازم يعمل استاجات مثلاً بشركات الإعلام، شركات التلفزيون، بالشركات الفنية، تمام. إضافة إلى يعني إذا قدر يعمل مكاتب الترجمة، تمام، بالشركات الترجمة ممكن. وعمل ترجمة مفتوح، يعني ممكن يكون هو بيشتغل عن بعد، يعني اليوم الإنترنت وفر فرص عمل عن بعد. المدى السعداد أهلنا في الشمال السوري لمواجهة أزمة فيروس كورونا. حنتابع هذا الموضوع أكثر مع ضيوفنا، ولكن بعد هالفاصل.